بخير ومبارك لكم، عيد وفرح للناس والبسمة لكم، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعافية وينعاد علينا وعليكم، ويا ربي كانت أيامكم كلها فرح وخير وسعادة. وأهلا وسهلا بكم ببرنامج أفراح العيد ومع ضيوفنا المميزين. كل عام وانتم بخير والموصلية بخير والموصل بخير والعراق هم الإسلاميين إن شاء الله بخير. نسأل الله أن يشيل هاي الغمامة من العراق إن شاء الله، وتوحد النفوس والقلوب إن شاء الله، والمحبة، ونعيش بسلام وبألفة. إيه كان قبل إحنا كان بيتنا بالأيمن بوادي حجر، كانت النبي من النبي شيت هاي اللي اسمها تل تريمة، كانت قبل يسموها تل تريمة، تل تريمة كنا نروح عليها هذه، ولا كانت عندنا بالمنطقة نروح عليها، خاصة كانت عندنا لذة بها من باب الطرفة المصطمونة والعنبة والعنبة. بداية أعايدكم الحضور وعايد الشعب العراقي بجميع الطوائف العراقية وعايد محافظتي العزيزة محافظة نينوى والحدباء، وإن شاء الله عيد أضحى على الجميع، كذلك وعايد عائلتي الكريمة وعايد خاصة الشعب الرياضي العراقي. إيش قدر تكتجين عيوني تحويها وأنا شتلت حياتي بربعي أزبيها، وعلى الماكو وأقول تهون ويجيها اليوم وذان الدنيا ألويها، بير بطبعي ما فد يوم وطلع القول عدو اسراره تمشي وياي ولا بالبال احجيها.